عن موضوع العمل المؤسسي إلى موضوع قد يكون شائكا، وهو موضوع خطبة خطبتموها سابقا عن الاختلاط وحذرتم من عواقبه. البعض يرى أن الاختلاط أصبح اليوم ضرورة تحتمها معطيات الحياة المعاصرة، كيف ترون ذلك؟ لا أدري ما الذي يقصده هؤلاء بالاختلاط. إن كان المراد بذلك وجود الذكر والأنثى في الحياة مع التشابك في المصالح، فهذا أمر ضروري لا ينكره أحد. يقصدون في الجانب التعليمي. أما إن كان المراد بذلك جانب معين كما أشرت، وهو الدراسة جنبا إلى جنب بين الذكر والأنثى في مقعد واحد أو مقاعد ملتصقة، فهذا نعم، هذا نحذر منه في مراحله الدنيا ومراحله العليا، لأن هذا قد يؤدي إلى فتنة، كما دل على ذلك الشرع الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التقارب بين الذكر والأنثى، فضلا عن الأدلة الأخرى التي تمنع التلامس وتحذر من الفتنة بشكل عام. بل جاء الدليل بالنهي عن قربان الزنا، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. فكل ما يؤدي إلى الوقوع في ذلك هو تقرب إلى هذه الفاحشة، فيجب أن يسد بابه، فسد الذريعة من قواعد الشريعة كما هو معلوم. والواقع يثبت صحة هذا الأمر، حيث إن غير المسلمين الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه نجدهم يئنون تحت وطأته من انتشار الفساد والجريمة وضياع المستوى التعليمي والتربوي والخلقي، مما قد يؤدي إلى انهيار أممهم قريبا، حتى أن الحكماء فيهم على تقدير وجود بعضهم فيهم ينادون بنزع هذا الاختلاط وتركه، لأنه ما جر لهم إلا الفساد. ونحن عندما نحذر من هذا لا نمنع كل من الذكر والأنثى من التعليم، بل نطالب بتعليمه، ونقول ذلك فرض واجب على المجتمع، وكذلك بالنسبة لهذين العنصرين فرض واجب عليهم بلغ الحلم وتوفرت فيه الشروط الشرعية لذلك. ونقول يجب أيضا تربيته وتهيئته لبناء أمته، ويجب أن يعطى الحقوق التي يستحقها للمشاركة في الخير والإصلاح، فهذا أمر ثابت.